عقدت في مدينة عمودة شمال شرقي سوريا جلسة حوارية حول اللجنة المكلفة بصياغة الدستور السوري بمشاركة ممثلين عن الإدارة الذاتية ومنظمات المجتمع المدني. المجتمعون ناقشوا آلية عمل اللجنة ومدى تحقيقها لآمال السوريين. بمشاركة ممثلين عن الإدارة الذاتية ومنظمات المجتمع المدني وحقوقيين وسياسيين مستقلين، نظم مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية جلسة حوارية حول آلية تشكيل اللجنة المكلفة من قبل الأمم المتحدة لصياغة دستور جديد للبلاد بمدينة عمودة شمال شرقي سوريا. ممثلو الإدارة الذاتية ناشدوا الأمم المتحدة بإعادة تشكيل اللجنة لأنها لا تعبر عن تطلعات وآمال السوريين كونها أقصت مكونات محافظات كاملة عن المشاركة بها، كما أنها استبعدت ممثلي كتل سياسية بفيتو من النظام التركي. يتوقع على الأمم المتحدة يقع على عاتقها إعادة النظر في العملية السياسية بالكامل وإعادة النظر في تشكيلة الهيئة الدستورية وأسلوب عملها وطريقة عملها بالكامل ليكون هناك حل حقيقي للأزمة السورية. الأقليات الدينية التي عانت من التهميش على مر العقود الماضية كان ممثلوها من بين الحاضرين، والذين أكدوا بدورهم على حقهم المشروع بالاعتراف بهم في دستور سوريا الجديد. نحن كإيزيديين نطالب بالاعتراف بديانتنا ضمن دستور سوريا الجديد مثل باقي الأديان، كما نطالب أن يتم التعامل معنا دون تمييز على أساس ديني في شغل الوظائف والمناصب الحكومية. منظمات المجتمع المدني كان لها هي الأخرى مآخذ على اللجنة الدستورية لأنها همشت معظم المنظمات الفاعلة على الأرض ورضخت للضغوط الدولية باختيار الأسماء. نحن كمنظمات المجتمع المدني رؤيتنا في اللجنة الدستورية ومشاركة منظمات المجتمع المدني شايفين أنه ناقصة كثير، لأنه أغلب الممثلين منظمات المجتمع المدني هن من خارج سوريا، ما في واحد من سوريا وخاصة مناطق شمال شرق سوريا ما في واحد ممثل فيها، ولذلك لا يمثلوا منظمات المجتمع المدني الحقيقية اللي تعمل على أرض الواقع وعلى أرض سوريا إجمالاً. مجموعات ثلاث تشكلت من الحاضرين ناقشت هوية الدولة المستقبلية وشكلها بالإضافة لعلاقات مؤسسات الدولة فيما بينها، وخرجت بمقترحات وتوصيات سيتم رفعها عن طريق الأمم المتحدة إلى اللجنة الدستورية المكلفة بصياغة الدستور. للبحث والتحليل معنا من الشمال السوري حكم خلو، عضو ديوان هيئة أعيان شمال وشرق سوريا. سيد حكم، أهلا بك. دعني أسألك في البداية عن طبيعة هذه الجلسة الحوارية التي نظمت في مدينة عمودة وبحثت آلية اللجنة الدستورية السورية وآلية عملها ومستقبل الدستور السوري أيضا. سيد حكم، هل تسمعني؟ سيد حكم، يبدو بأننا نواجه إشكالية في التواصل مع السيد حكم خلو، عضو ديوان هيئة أعيان شمال وشرق سوريا. من المفترض أن ينضم إلينا من الشمال السوري كان كي يشرح لنا أكثر حول طبيعة هذه الجلسة الحوارية. إذن مشاهدينا الكرام، أسئلة عديدة نود أن نطرحها في هذا السياق حول طبيعة هذه الجلسة الحوارية وكيف أو أهم النقاشات التي دارت في هذه الجلسة الحوارية. بحسب ما هو موجود لدينا الآن، هناك مآخذ على عمل اللجنة الدستورية من قبل هذه الجلسة الحوارية والتي تطرقت أيضا لاستبعاد مكونات شمال وشرق سوريا من المشاركة في هذا الدستور أو من المشاركة في اللجنة الدستورية المختصة في وضع دستور للسوريين. أيضا كانت هناك توصيات تم التوصل إليها من خلال هذه الجلسة الحوارية، نحاول أن نستفسر عنها أكثر. وفقا لما هو مسرب، هذه التوصيات التي تم التوصل إليها من خلال الجلسة الحوارية سيتم إيصالها إلى الأمم المتحدة، وهنا نسأل عن الدور المأمول وأمكانية أن تعيد الأمم المتحدة النظر في إقصاء مكونات شمال وشرق سوريا من المشاركة في اللجنة الدستورية السورية. وأيضا كنا قد تطرقنا في متن التقرير الذي استعرضناه فيما يخص هذا المحور إلى اعتراض المنظمات. نعم، يبدو
بأن ضيفنا الآن بات جاهزا السيد حكم خلو. مساء الخير سيد حكم. مساء النور، أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. يا هلا بك. كنت قد سألتك سيد حكم حول طبيعة هذه الجلسة الحوارية في مدينة عمودة وكنتم أنتم مشاركين فيها فيما يخص الدستور السوري. بالطبع كما أسلفت قبل قليل، هذا الندوة الحوارية أتت من ضمن فعاليات مركز آسو للدراسات الاستراتيجية والتي مقرها الفرعي في مدينة عمودة. طبعا مشكورا مركز آسو قام بالكثير من الفعاليات في هذا الجانب، وخاصة فيما يخص الدستور السوري واللجنة الدستورية التي تشكلت قوامها بعد يعني فترة طويلة. بالتأكيد هذه المنطقة وهذه الجغرافيا في شمال وشرق سوريا، مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، هي ليست موجودة في اللجنة الدستورية، كما أنها لم تكن موجودة ممثليها لم يكونوا موجودين يعني على كامل المؤتمرات، إن كانت في جنيف أو إيستان أو سوتشي. فبطبيعة الحال هذه المنطقة هي تشكل 30% من جغرافية سوريا، ويسكن فيها قرابة 5 مليون سوري، أي ربع سكان سوريا. وبالتالي لابد أن يكون لهم وجهة نظرهم أو ممثليهم على الأقل في اللجنة الدستورية وفي كتابة الدستور السوري الذي هو حالة تشاركية. العقد الاجتماعي أو ما يسمى بالدستور يجب أن يكون حالة تشاركية يوجد فيها ممثلي كل أطياف المجتمع السوري. فهذه اللجنة، هذه الندوة الحوارية أتت في هذا السياق، في سياق إبداء الملاحظات إن كان على تشكيل اللجنة الدستورية أو حتى في ما تقديم توصيات إلى الأمم المتحدة لكي يشارك أبناء هذه المنطقة أيضا وأعطاء رأيهم في مستقبل سوريا، كونهم يعني هم يشوفوا في اللجنة الدستورية، فلا بد من إيصال أصواتهم عبر منظمات المجتمع المدني. وكما قلت لك مشكورا مركز آسو قامت بهذا العمل. طيب، هل من آلية معينة تم اعتمادها من خلال هذه الجلسة الحوارية لمعالجة هذا الإشكال المتعلق بإقصاء شمال وشرق سوريا من المشاركة في الدستور السوري المستقبلي؟ طبعا هكذا حوارات أو ندوات لا تستطيع أن تغير باللجنة الدستورية، لأن هناك فاعلين أساسيين أو لاعبين أساسيين في تشكيل اللجنة الدستورية، إن كان النظام ومساندي روسيا وإيران من جهة، وإن كانت تركيا وحتى بعض الدول الغربية من جهة أخرى تدعم المعارضة، وأيضا المجلس الأمن الذي من المفروض أن كان لابد أن يلعب دورا حياديا في تشكيل هذه اللجنة، لكنه أيضا انصاع لبعض الأجندات وبعض الأوامر، إن كان من جهة النظام أو من جهة المعارضة، وحتى يعني ممثلي مجتمع مؤسسات المجتمع المدني لم يكونوا حرين في تسمية أعضائهم، وإنما كان هناك مداخلات إن كان من جهة النظام أو من جهة المعارضة، أي بمعنى تقاسم هذا 50 أيضا عضوا فيما بينهم مناصفة. بالتأكيد هذه الندوة الحوارية ستوصل بعض التوصيات من أبناء هذه المناطق، كما أسلفتم وتفضلتم بذكره الندوة الحوارية كان هناك أحزاب سياسية من كل الاتجاهات، هناك مؤسسات مجتمع مدني، هناك رجال قانون ومستقلين، وأيضا بعض مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية. فبالتأكيد الهدف منها هو إيصال وجهة نظر أبناء هذه المنطقة حول آلية تشكيل اللجنة الدستورية، وأيضا وحول توصيات ومقترحات لشكل الحكم المستقبلي في سوريا لكي نتجاوز الملفات المتأزمة في الواقع السوري الحالي. طيب، عدا فيما يخص موضوع الفيتو التركي على مشاركة أبناء شمال وشرق سوريا سواء في الدستور السوري المستقبلي أو أي ندوة أو نقاش عالمي فيما يخص حل الأزمة السورية، دعني أسألك في البداية سيد حكم عن أسباب هذا الفيتو التركي تحديدا، وإما إذ كانت هناك أسباب أخرى تقف حجر عثرة أمام مشاركة أبناء شمال وشرق سوريا بأي حل يخص مستقبل السوريين.
يعني التدخل التركي في الأزمة السورية كان سلبيا منذ بدايتها وحتى اليوم. يعني تركيا ذهبت بالحراك السلمي إلى العسكرة ودعمت هذا الحراك. طبعا نحن لا نعفي جانب النظام أنه كان السبب الأساسي في عسكرة الثورة. الجانب التركي دعم الفصائل المتطرفة وما زال، إن كانت من النصرة أو من داعش ومن أخواتها. الجانب التركي اليوم يقوم بتغيير ديموغرافي في كثير من المناطق السورية، بدءا من ريف دمشق الذي نزح أهلها منها وإسكانهم في مناطق أخرى. إذن الجانب التركي له دور سلبي في كامل مسار الأزمة السورية، وهو عنصر يعني يصنع المشاكل والقلق ولا يضمن الوصول إلى حالة سياسية مستقرة لسوريا. كل تدخلاته لنا نتائج وخيمة. فبالتأكيد الحالة الموجودة في شمال وشرق سوريا لا ترتاح لها لتركيا، يعني من أسباب كثيرة. أولا هذه المناطق، مناطق الإدارة الذاتية، تعمل بأجندات وطنية وليست أجندات مرتبطة كانت مع النظام أو حتى مع المعارضات. يعني هي أجندات وطنية تخدم مجتمع هذه المناطق وتحاول أن تكون يعني نموذج لسوريا المستقبل. هذا من جانب. الجانب الآخر الفوبيا الكردية التي تخيف تركيا دائما، كون هذه المناطق هي يعني بأغلبها هي مناطق كردية، فأي تحول ديمقراطي لصالح حقوق الكرد يخاف الأتراك أن ينعكس ذلك سلبا على الجانب التركي من الحدود، حيث يتواجد 25 مليون كردي. نقطة أخرى هي نقطة الأطماع التاريخية لتركيا في هذه المناطق. حتى الآن تركيا وعلى لسان أعلى المستويات من مسؤوليها، كان رئيس الجمهورية، وزير الخارجية، وزير الدفاع، كل هؤلاء المسؤولين، رئيس الحكومة، يقولون أن هذه الأرض أرض تركية، يعني ليس فقط شمال السوري. هم اليوم يرون بأن ليبيا ومصر وتونس كلها هي عبارة عن ولايات عثمانية يجب أن تعود إلى حوض الدولة العثمانية. إلى أي مدى برأيك مستقبلا يمكن تجاوز هذا الفيتو التركي؟ يمكن أن تعيد الأمم المتحدة النظر في إقصاء شمال وشرق سوريا من المشاركة في الدستور السوري، خصوصا بأننا سمعنا تصريحات صادرة عن المجلس السوري الديمقراطية تقول بأن هناك توجه نحو التغيير في شكل المعارضة السورية وفقا لتوافق سوري دولي؟ مع الأسف دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن هو دور شكلي. الدور الأكبر لتشكيل اللجنة السورية وحتى يعني لطرح الحلول السياسية في الأزمة السورية هي للدول الكبرى، إن كانت أمريكا أو روسيا، وحتى الدول الإقليمية المجاورة كتركيا في المقام الأول وإيران بتدخلها المباشر، وأيضا بعض الدول الخليجية كقطر. يعني الدور الأمم المتحدة دور شكلي، لا يلعب دوره كما يراد منه أن يكون يلعب بحيادية. فبالتالي أنا لا أرى أي مستقبل للأمم المتحدة أن تحل المشاكل إذا لم تتصل أو لم تتواصل القوى الفاعلة في الأزمة السورية إلى حلول أو إلى مقترحات أو إلى خرائط طريق يعني تحل المشكلة السورية. يبقى السوريين يعني الخيرين أو الوطنيين الديمقراطيين أن يذهبوا إلى منصات أخرى وأن يتكاتفوا وأن يتوحد الخطاب الوطني السوري تحت أي مسمى كان، ويشكل كتلة حقيقية وضاغطة باتجاه حلحلة الأمور لصالح المجتمع السوري. غير ذلك كانت منصة الرياض أو منصة موسكو أو حتى منصة القاهرة، بالشكل الحالي وبعدم جمع السوريين الوطنيين والخروج من تحت عباءة الأجندات الإقليمية والدولية لن يكون لهم تأثير. بالتأكيد الأيام القادمة ستشهد تطوير لبعض المنصات وانضمام قوى فاعلة على الأرض، يمكن أن تؤدي إلى إعادة التوازن
للقوى التي تدخل اللجنة الدستورية أو حتى تدخل في هيئة التفاوض أو في محادثات الحل السياسي لصالح سوريا، المستقبل سوريا، الوطن للجميع. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من الشمال السوري، حكم خلو عضو ديوان هيئة أعيان شمال وشرق سوريا. مستمرين في حديث اليوم وفي ملفنا الأخير، سياسة أردوغان في الشمال السوري وتناقض الموقف الألماني حيالها.